في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة العراقية من أزمة مالية كبيرة، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوتشر أن مشكلة سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين ستعود إلى الواجهة الصعبة قريبا ما لم تضع الحكومة ورقة إصلاح اقتصادية، داعيا وزارة المالية إلى عدم التفكير بالاقتراض مجددا. وطلب كوتشر وزارة المالية بتبني ورقة اقتصادية شاملة من شأنها النهوض بالواقع العراقي المالي وعدم التفكير مجددا بالاقتراض الخارجي أو حتى الداخلي، لأنه سيزيد من ديون العراق. وأشار إلى أن الاقتراض الخارجي المستمر سيؤدي إلى الانهيار الاقتصادي وتكبيل البلاد بشروط دولية قاسية قد تؤدي إلى تدخلات في القرار السياسي والاقتصادي العراقي مستقبلا، موضحا أن موازنة 2020 جاهزة منذ أشهر إلا أنها ستكون مجردة من أي إنفاق سوى الضروريات منها. وبشأن الاقتراض، كشف عضو اللجنة المالية محمد الدراجي أن الاقتراض ليس من مصلحة الاقتصاد العراقي والاعتماد عليه قد يؤدي إلى الإفلاس مستقبلا، مؤكدا أن ديون العراق الخارجية تقدر ب 120 تريليون دينار عدا تعويضات الحروب التي تقدر ب 40 تريليون دينار. ولفت إلى أن لجنته ألزمت الحكومة بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي مقابل الاقتراض، منوها إلى وجود إجراءات عدة يمكن اتخاذها لتعظيم الإيرادات بدلا من اللجوء إلى الاقتراض. كانت الخزينة ب 400 تريليونين. من جهته قال وزير المالية العراقي علي علاوي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة إلى وقت طويل لتقديمه بسبب أن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات سياسية اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية، إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات. وأضاف علاوي أن الحكومة الحالية تعاني من شحة في الأموال اضطرتها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ولا يمكنها تنفيذ الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه. وبحسب اللجنة المالية فإن العراق في ذمته لبنوك دولية وداخلية نحو 110 مليارات دولار، وقد حذر خبراء اقتصاديون من انهيار الدولة اقتصاديا أو حتى إعلان الإفلاس ما لم يتم السيطرة على موارد الدولة وعدم السماح لمافيات الفساد الاستمرار في العبث بها.